السلام عليكم. إذا درسنا اليوم بالنسبة للمستوى السادس هو درس التناسبيات. كتاب التلميذ صفحة 82. خلال هذا الدرس سنتعرف على كيفية توضيح معامل التناسب ودراسة بعض جداول التناسبية وتمثيلها. نأخذ جميعا كتاب التلميذ صفحة 82 أنشطة الإدماج. التمرين الأول يقول: في محطة البنزين يبلغ ثمن اللتر الواحد 12 درهما، ارسم الجدول وكمل. إذا أعداد السطر الأول تمثل عدد اللترات، وأعداد السطر الثاني تمثل ثمن اللترات بالدرهم. نحن نعلم أن ثمن اللتر الواحد هو 12 درهما. كيف ننتقل من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني؟ للإجابة عن هذا السؤال نقوم فقط بضرب عدد اللترات الذي يمثل أعداد السطر الأول في 12 الذي يمثل ثمن اللتر الواحد بالدرهم حتى نحصل على أعداد السطر الثاني. إذن عند الانتقال من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني نضرب دائما في العدد 12. نقول إن العدد 12 يسمى معامل التناسب. إذن عدد اللترات واحد مضروبة في 12 تساوي 12. عدد اللترات 8 لترات مضروبة في 12 تساوي 96. 10 لترات مضروبة في 12 تساوي 120. 18 مضروبة في 12 درهما تساوي 216. 20 لترات مضروبة في 12 درهما تساوي 240 درهما. 24 لترا مضروبة في 12 درهما تساوي 288. في المقابل إذن للانتقال من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني دائما نضرب في 12. في المقابل عندما نضرب أعداد السطر الأول في معامل التناسب نحصل على أعداد السطر الثاني. وللانتقال من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول نقسم على 12. إذن للانتقال من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني نضرب في معامل التناسب الذي يمثل 12. وللانتقال من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول نقسم على نفس معامل التناسب الذي يمثل 12. إذن 12 على 12، 12 قسمة 12 تساوي 1، 12 96 قسمة 12 تساوي 8، 120 قسمة 12 تساوي 10، 216 قسمة 12 تساوي 18، 240 قسمة 12 تساوي 20، 288 قسمة 12 تساوي 24. إذن في هذه الحالة أي عند قسمة أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول والحصول على نفس العدد نقول إن الجدول هو جدول تناسبية. إذن متى نقول إن الجدول هو جدول تناسبية أو جدول أعداد متناسبة؟ عند قسمة أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول والحصول دائما على نفس العدد، بمعنى 120 قسمة 12 قسمة 10 تساوي 12. أي عدد أخذناه من أعداد السطر الثاني وقسمناه على أعداد السطر الأول نحصل دائما على نفس العدد. إذن العدد المحصل عليه الذي لا يتغير يسمى معامل التناسب، جدول التناسبية. إذن كما سبقنا وأشرنا إلى ذلك، للانتقال من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول نقوم فقط بقسمة عدد السطر الثاني على عدد السطر الأول وذلك للحصول على معامل التناسب. إذن قسمة 20 قسمة 8 يساوي 2.5، وبالتالي 2.5 يمثل معامل التناسب. 20 قسمة 2.5 تساوي 8. في المقابل إذا أردنا الانتقال من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني
لن نقسم ولكن سنضرب في نفس العدد، بمعنى 20 مضروبة في 2.5 تساوي 50، 30 مضروبة في 2.5 تساوي 75. الآن سننتقل من السطر التالي إلى السطر الأول، سنقوم بعملية القسمة. 35 قسمة 2.5 تساوي 14، 12 قسمة 2.5 تساوي 4.8. إذن وللانتقال من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني نضرب في 2.5. أقارن الكتابات الكسرية المحصل عليها انطلاقا من الجدول، بمعنى 20 على 8 يعني أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول، 20 على 8 50 على 20 تساوي 75 على 30 تساوي 35 على 14 تساوي 12 على 4.8. بمعنى إذا قمنا بقسمة أعداد السطر الثاني على مقابلاتها في أعداد السطر الأول نحصل دائما على نفس العدد الذي هو 2.5. ونفس الشيء إذا قمنا بقسمة أعداد السطر الأول على أعداد السطر الثاني، استعمل المحسبة لمقارنة الكسور المحصل عليها. مثلا 20 قسمة أو العفو 8 قسمة 20 تساوي 0.4، العدد الثاني 20 قسمة 50 تساوي 0.4، 30 قسمة 75 تساوي 0.4، 14 قسمة 35 تساوي 0.4، ثم 4.8 قسمة 12 تساوي 0.4. إذن نلاحظ أننا نحصل دائما على نفس العدد، وبالتالي هذا الجدول هو جدول أعداد متناسبة. لا تنسوا زيارة منصة التعليم عن بعد تلميذ تيس، وأيضا زيارة صفحة مدرسة عائشة أم المؤمنين الابتدائية على الفيسبوك للتوصل بآخر الفيديوهات التعليمية. شكرا على حسن تتبعكم وإلى لقاء آخر بإذن الله.